دعه يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نلتقي بكم في برنامجكم والصلح خير، وفي عدد جديد من هذا البرنامج. هذه الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم نعيش معها وتعيش معنا في وسط هذا الفضاء الإعلامي لقناة القرآن الكريم. نحاول إصلاح ذات البين استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نعرض القضايا، أنواع الخلافات والنزاعات التي تحدث بين الناس، ونعود لنستشير دكتور سعيد بوزري في إمكانية حل هذه المشاكل عن طريق هذه الآية الكريمة. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكل من يتواصل مع برنامج والصلح خير، مرحبا بالجالية المسلمة في المهجر، وأرحب أيضا بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء في غرفة البث عن طريق هذا المباشر. ولا ننسى أيضا أن نرحب بالزميلة زينب التي تقوم بترجمة هذا اللقاء إلى لغة الإشارة، وتتواصل معكم ومعنا لترجمته لفئة السم التي هي أيضا بأمس الحاجة إلى برنامج والصلح خير. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بوزري الرجل المصلح. السلام عليك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم إن شاء الله. دكتور، في هذه السهرة سنسأل الخبراء ونعود إلى الآية الكريمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم فاسأل به خبيرة، لنتحدث عن الخبرة العقارية في هذه السهرة، أليس كذلك دكتور؟ نعم جد. إذن مرحبا بك دكتور. الله يسلمك. إذن أعود لأذكر المشاهد الكريم، هي الحلقة 366 من برنامجي والصلح خير. عنوان هذه الحلقة يرتبط بالخبرة العقارية التي هي موضوع في غاية الأهمية. من بين المحاور التي ستناقش من خلال هذا المباشر، نعرض المحور الأول، أهمية الخبرة العقارية في حل النزاعات العقارية، والعودة تعود إلى الآية الكريمة فاسأل به خبيرة مع فضيلة الدكتور السعيد. المحور الثاني، دور الخبرة في مجال الصلح، فإلى أي مدى تسهم الخبرة العقارية في حل النزاعات وإنهاء النزاع العقاري، خاصة لأننا نتحدث اليوم عن الخبرة العقارية. أما بالنسبة للمحور الثالث وهو إبراز دور الخبير العقاري كمساعد للقضاء، وستشاهدون معنا روبورتاج من خلال هذا المحور في عرض ليس صورة صحفية ولكن روبورتاج حول الخبرة العقارية وطبيعة القضايا العقارية التي تعرض على الخبير العقاري. دكتور سعيد، بالنسبة لهذه الحلقة قلنا إذن تكون البداية الآية الكريمة من ذكر الله العزيز الحكيم فاسأل به خبيرة، ولكن ممكن هكذا مقدمة، إذا كان الهدف الأسمى للجوء إلى القضاء من طرف المواطنين وهو تحقيق العدالة واستعادة الحقوق دكتور سعيد، فإن القاضي وحده لا يمكنه ذلك بمفرده، خاصة إذا كان النزاع يشوبه اللبس والغموض وبعض التعقيدات وعدم الإلمام بجوانب القضية المعروضة على المحكمة. القاضي هنا دكتور يستشير خبيرا،
ومتخصصا في الميدان العقاري ليدله إلى حل النزاع. نعود إلى الآية الكريمة: فاسأل به خبيرا. ما مدى أهمية الخبرة والخبراء للتعرف على هذه القضايا التي تتعقد يوما بعد يوم؟ اليوم نموذج هو الخبرة العقارية. تفضل دكتور سعيد. لك الفضل نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسوان لا أسلم نون أرثث ويلت نون والصلح خير. فاسأل به خبيرا. وردت هذه الآية في سورة الفرقان الآية رقم 59، ووردت بصيغ أخرى في مثل قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، وفي في مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي آيات قرآنية تأخذ بالألباب وتوجه العقول وتضبط العمل. لا يمكن للإنسان أن يحقق العدل أو أن يقترب منه أو أن ينصف الناس في أي مجال من المجالات إلا إذا استعان بعقول غيره. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه، قال: من شاور الناس شاركها في عقولها. فالخبرة هي وجه من وجوه الشورى التي أمرنا بها في أي القرآن، في مثل قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وفي مثل قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. إذن من وجوه الاستشارة الخبرة، الرجوع إلى أهل التخصص، العودة إلى أهل الشأن، وكل مختص في مجاله، وربنا عز وجل يرشدنا في آية كثيرة منها ما ذكر من آيات: فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نفهم من هذه الآيات الكريمات ضرورة النزول عند رأي الخبراء. ضروري جدا. نعم، هذه ثمرة من ثمرات هذه الآيات، ضرورة النزول عند رأي الخبراء. الخبراء، نعم. ثم أن القوانين الموضوعية التي قننها الإنسان راجعة إلى هذا الوحي الطاهر، وأدرك بأنه لا يمكن أن يحقق العدل بمفرده مهما كانت تجربة القاضي، مهما كانت درايته العلمية، فهو في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الخبراء يستعين بهم، وكل خبير مختص في مجاله. قد يكون الخبير مختصا في الشؤون الطبية، أو في الشؤون البيولوجية، أو في المسائل الفلاحية الزراعية، أو في القضايا العقارية، أو في المسائل المالية. إذن هؤلاء هم الخبراء. فنجد الآن في دنيانا نجد المهندسين، ونجد الأطباء، ونجد الخبراء الماليين، ونجد الخبراء العقاريين. فربنا أرشدنا إلى الرجوع إلى هؤلاء الخبراء تحقيقا للعدل، أو اقترابا منه تحقيقا للإنصاف. والرجوع إلى الخبرة مهم أيضا، لأن القاضي أو المحقق أو الحاكم حينما يستشير الخبير الذي يملك دراية فنية، دراية علمية، تتشكل عنده القناعة. طيب. القناعة العقلية والقناعة الوجدانية التي تمكنه من إصدار حكمه أو قراره وهو مطمئن تمام الاطمئنان. لذلك نجد في القوانين الجزائرية على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر، نجد القانون 08-09 في العديد من المواد. أذكر على سبيل المثال المادة 125 من القانون المذكور، والمادة 126 التي تنص على أن الخبرة قد
يلجأ إليها القاضي من تلقاء نفسه، وقد تكون بطلب من أحد الخصوم. نعم. وهذا أمر طبيعي، يا إما من القاضي يا إما من أحد الخصوم. أحد الخصوم هو الذي يطلب، يقول هذه المسألة يا سيد القاضي أنا أطلب الخبرة، معروفة بالإكسبرتيز. الإكسبرتيز. نعم. الإكسبرتيز. الخبرة. لذلك إذن قد تكون طبقا للمادة 126 قد تكون هذه الخبرة إما من تلقاء القاضي، وله سلطة تقديرية، لأن الخبراء هم أعوان القضاء. الخبراء هم أعوان القضاء. لذلك القاضي له الحق وله السلطة التقديرية الكاملة في الاستعانة بالخبير في القضية المعروضة عليه. هناك مواد أخرى سنشير لها لاحقا. نعم. كالمادة 128 مادة وغيرها من المواد. طيب دكتور. نعم. إذن بالنسبة لهذه المقدمة نشكر الدكتور سعيد، ومن خلال البرنامج أيضا سنتعرف على المحاور الأخرى ونناقش قضية بقضية. دعونا في هذه اللحظة نحاول استيعاب عمل الخبير القضائي أو الخبير العقاري. قد تطلب المحكمة استشارة خبير متخصص في الميدان العقاري لأن يدلها بخبرته إلى حل النزاع المعروض على المحكمة. نتعرف في هذا الروبورتاج على دور الخبير العقاري كما قال الدكتور سعيد بويزري كمساعد للقضاء. تابعوا معنا هذا الروبورتاج ثم نعود لأخذ قضاياكم والاستماع إليها من خلال هذا المباشر. شكرا سعيد. إذن شاهدوا معنا. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم. النزاعات العقارية تختلف من قضية إلى قضية أخرى، فاستشارة خبير عقاري السيد أحمد بالقايد كان ضروري جدا لمعرفة خبايا القضايا. تعينت اطراف التريبينو لا كوروسي، ولكن الحق للميدان ماشي كما كنت صورها ولا كما نقراها في القرار ولا في الحكم اللي لقاها في الميدان. الحق ثم طبعا كل واحد يحوس كيفاش يجب ديك ليك يهضر ويقول لك انا هكذا وانا هكذا وانا هكذا. وعلى كل حال المشاكل هما الكبار اللي تلقيناهم ماهوش في القسمه ولا في سا دي زامبيتمون سورتو وين كاين لي زامبيتمون الكبار، وين واحد كيبني والجار تاعو يكون غايب يبني ويدخل في الطراب تاع الجار تاعو، من اللي بدا الخلاف؟ ومن نهار يجي الجار تاعو يقول لي يا ودي كيفاش هكذا؟ يقول له في حدي، يقول لي يا ودي ما راكش في حدك وها وكذا. وثم اللي من بعد واحد منهم يرفع الاخر دعوه للمحكمه، و لويك البروبلا وين؟ ماشي اللي راح له الطراب تاعو اللي رفض الدعوه، هذاك اللي يدخل التراب تاعو هو اللي راح يرفع الدعوه عليه. باسكو هنا واش غادي يخمو باربون المده المظلوم يعني صح، باسكو هنا واش كاين يا مونك دانفورماسيون. في جلسه مع خبير عقاري تصل قضيه نتعرف على تفاصيلها. تعمل الملف هذا ملف قسمة لعائله بما اربعه ذكور وفتاتين. داكون دونك في سته فيهم والام ستة. والام مازالها ولا ميته؟ غير موجوده. غير موجوده. دونك باش يديروا قسمه. دونك الملف راه جابوا الاوراق كان لاكت وكان الفريضه كان كلش. جابوا كلش المفروض. داكور. وطلبوا مني الاوراق الناقصه طبعا اذا كان هناك يعني اوراق خاصه ممكن يجيبوهم. داكور اي صح صح. وقولي الطرب هذا وين جاي؟ كومين تيزي وزو. تيزي وزو. كاداستري ولا ماشي كاداستري؟ سي با كاداستري. ماشي كاداستري. سي با كاداستري. داكور. اوربانيزي؟ وي. اوربانيزي. وفيه سكنة؟ كاين بناية قديمة.
بنايه تاعهم قديمه قديمه يعني ما داكاش بنايه جديده كاين على الاراضي كاين صح 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 داك دونك شو هنا كي كتبعث الاخر ليكيب توبوغرافيك باش يخدموا نعطي لهم رونديفو لهاد الناس هادو نبعت لهم دي ليتر ريكوموندي افيك كوز ريسبسيون ما بعثوش تيليجرام نبعثوا دي ليتر ريكوموندي افيك كوز ريسبسيون ونعطي لهم الوقت نعطي لهم الشهر هكذا باش ما يقولوش ما حكمناش ولا هذيك ولا هذيك باش نهار ليكيب توبوغرافيك يروحوا لثما يلقاهم واجدين يلقى كاين امكانيه نديروا لهم موصل فيها بناء فيه بنايه قديمه دونك فيه بنايه قديمه دونك اوتوماتيكمون لوبيراسيون سي لوبيراسيون دو مورسيلمون لوبيراسيون دو مورسيلمون وكل ليكيب تلحق لتما كيلحقوا تما باش يخدموا يديروا قول لهم يديروا لي لوفي تاع كل لي ديتاي الماء الاخر لو ريزو دو بي لاسينيسمون ليكتريسيتي لو غاز هادو كاع يفوا وكاش ما كاين عند جيران ولا دي بوان ايسونسييل لازم يفدوهم باسكو لي بوان هادوك نهار كي نديرو هنا لو مورسيل ما كي نديرو ليتود دو بارطاج ويقبلوها الاطراف من بعد كي نولوا لتما يقدر هادوك لي بوان اللي حكمت البوتو الكتريك ولا الدار تاع الجار ولا يقدروا يعاونونا كي نديرو القسمه بور فيريفيكاسيون باسكو سو البلان تحط الواحد عنده طون دو متر كاري عنده كذا وكذا تلحق تما سي بوسيبل تكون ينير ولا حاجه بصح الا كاين رفدوا دي ديتاي لو ماكسيموم دو ديتاي هذوك لي ديتاي يعاونونا في الخدمه تاعنا. صافي استاذ المفروض صافي كل نهار تكون القسمه المفروض كل واحد يوصل له الماء ويوصل له الغاز ويوصل له وي 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 هذيك ليتود كي نديروها هنا ليتود كي نديروها هنا بيسك حنا نديرو لوفي تاع لا توتالي تاع كاع واش كاين ان ايتا ديال اليوم. ان ايتا دي ليو الشجره الا كاينه لازم تكون في البلان سي سكون ابل ان ايتا دي ليو ومن بعد مثل ما حنا اللي تاعنا هنا كي نديروا المرسلمون نتراسيو كلش الطرقان لازم نديروا الطريق باش كل واحد يدخل لترابو وكل واحد يلحق له الماء حتى لترابو يلحق له الغاز حتى لترابو ولا سيليمون تخرج من ترابو هكذا نبلغهم كامل هذه الدقائق هذه ان شاء الله توصلهم بإذن الله هادو هما نقول لهم بلي هذه نقول لهم هذه الخدمه تاعنا باش ما يقولوش قبطيتو وعلى هبطيتو قول بلي الخدمه تاعنا تتطلب شويه وقت وليكيب توبوغرافي كي يخرجوا قول لهم راه يقول لكم خدموا ان ايتا دي ليو هما على بالهم كاسكو سي كان ايتا دي ليو دونك هنا باغ اكزومبل كاين هاد لي لو كاع يفو لي امبلونتي من بعد حنايا هذا سي لو بلان تاع الكادستر من بعد نجيبو البلان دو لوتيسمون اون فا سوبربوزي عليه من بعد هنايا في الطريق جي سوبربوزي كاين ديكالاج دونك كاين هنايا ان امبيتمون دونك الاستعانة بأهل الخبرة تجعل الخبير العقاري ينطلق في العمل الميداني. أحمد بلقايد والابن أمال بلقايد يعينون الأراضي قبل استدعاء الخصوم. واحد يخدم ويخدم بالصفة ويخدم بالصفة ويدير كاع مجهوده باش يبين الحق باسكو الخبير هو عينين المحكمة أو المجلس. اليوم راني جي اون جورني انترمينابل تشوف كيف كيف أبوي جوني بوزوا جوني بوزوا. استدعاء الخصوم والتحقيق معهم، معاينة مكان النزاع مراحل ضرورية، فجلسة الخبراء أمر مهم لاستيعاب النزاعات العقارية. مجرد عندي ناس جي زي روسي هضرنا في القضايا تاع العقارية وكاع بعد عيطوا لي لازم ندير سورتي تيران في الميدان دونك قسمة بدلت ديت ليكيب توبو خرجنا خدمنا في الميدان كي كملنا زادوا عيطوا لي عاودت وليت لهنا للبيرو وجابوا لي واحد القضيه جوستمون كنت حابه نهضر لك عليها وي بون هما عندهم طلب عندهم طلب تاع باباهم وحبوا يقسموا بون كي حبوا يقسموا هذيك المنطقه داز عليها مسح الاراضي دونك سي كاداستري سي كاداستري حبوا يقسموا بون انا كي خرجت في الميدان درت لهم لوفي بصح كي درت لوفي كي درت ليطا دي ليو خرجوا ماشي كيف كيف مع الكاداستر خرج ماشي كيف كيف دونك دوكا كي ندير لهم انا المورسيلمون كي نقسم ندير لهم المورسيلمون ومن بعد
هو يجوز ف نيفو دلا بي سي يجوز بصح هما غادي يعاودوا يوليو بور لو فير ان دوكيمون دابونتاج ومع هاد كي نورمال حنا نبليكيه مع الكاداستر ماشي كيف كيف مع البلان ماشي كيف كيف مع البلان دونك دوكا جو سوي اوبليجي دو كوريجي دابور لو بلان تاع الكاداستر اي سا بران دو طون سا بران دو طون ومن بعد باش نبليكي عليه لو لوفي تاعي باش ندير لهم لو بارطاج ندير المورسيلمون جو لو ديبوز او نيفو دو لا بي سي ومن بعد كيف غايتر اومولوغي دابور في لا بي سي يخرج لاغيتي دو مورسيلمون باش يعاودو يولي لعندي ندير ان دوكيمون دابونتاج ونعاود نديبوزيه في الكاداستر باش ومن بعد هما يبوغون بخوندر كل واحد لابار تاعو. الخبرة العقارية آلية قانونية في غاية الأهمية. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين يصلى. إذن ما نلاحظه في هذا الروبورتاج التدقيق في العديد من المسائل التي تتعلق بطبيعة القضايا العقارية. سنعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري لإبراز بعض النقاط التي استخلصناها من خلال هذا الروبورتاج. قبل هذا وذاك دعونا نستقبل أول مكالمة. يقول سعيد السيد رشيد من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم رشيد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي الكريم. عنوان هذه الحلقة الخبرة العقارية. هل لديك يعني مداخلة أو سؤال أو تعرض قضية؟ نحن في الاستماع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم. أولا الحمد لله على عودة هذه الحصة الرائدة الهادفة. الحمد لله. ونسأل المولى لنا ولكم السداد والتوفيق. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذنا الكريم، من علامات تمكين المجتمع وصحته الرجوع إلى أهل الخير والحكمة. نعم. بالاستعانة بأهل الاختصاص في مختلف مجالات الحياة عند ظهور بوادر الاحتقان بين الأفراد والأسر. فمثلا هنا نحن بولاية تيزي وزو لهيئة تجمع، نعم، أي الجماعة، نعم، التي تدير الصلح، دور فعال في هذا الميدان. نعم. وحتى الهيئات الفاعلة في المحاكم أو في القضاء، نعم، لها نفس الدور أيضا في سعيها الحثيث، إذ تلزم المتخاصمين وتلزم أهل القرية، نعم، أيضا بإحضار مختصين سواء عند قيام القسمة في الميراث، نعم، أو عند التحاكم في قضايا العقار، وهذا من أجل بيان الحقائق وتأكيدها. وأنا الآن أشاهد هذه الحصة الهادفة، نعم، أرى الأستاذ بالقايد والدور الذي يقوم به هو وغيره من الخبراء العقاريين من أجل مساعدة سواء الأئمة أو الأعيان في القرى حتى القضاة في المحاكم. الحمد لله. فلهذه الهيئة العقارية دور كبير، كبير، في بيان، نعم، الحقائق، نعم. فنسأل المولى تبارك وتعالى لنا ولها الثبات إن شاء الله. إن شاء الأمر الثاني أستاذ الكريمة، نعم، هو أن المجتمع الجزائري والمجتمع المسلم بصفة عامة وخاصة، نعم، هو مجتمع يحب الصلح، مجتمع يحب الصلح ومجتمع لا يرفض الصلح. أكيد. فهو دائما يسعى ويبذل كل ما في وسعه، نعم، من أجل القضاء على منابع الفتن ومن أجل نشر الأخوة والسماحة ومن أجل أيضا إحقاق الحق وإنكار الباطل.
فنسأل المولى عز وجل لنا ولكم الثبات والتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مشكور سيد رشيد من تيزي وزو على هذه المداخلة، وسنعود إليها بعد أخذ اتصال آخر من العاصمة. تتصل يقول سعيد سعاد من العاصمة. السلام عليكم أختي سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي نجاة. مرحبا بك أختي الكريمة في برنامج والصلح خير. عنوان هذه الحلقة الخبرة العقارية. تفضلي إذا كان عندك مشكل أو قضية أو مساءلة أو مداخلة، تفضلي نحن في الاستماع. تحياتي لك ولأستاذنا يعني الفاضل سعيد بويزري. نحن في الخدمة. مرحبا. نشكر جزيل الشكر على جميع ما يقدموا. مرحبا. سواء في هذا البرنامج أو في برنامج هلا سألون. مرحبا. وأرجو من المولى عز وجل أن تكونوا جميعا من الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. يا رب. آمين. آمين يا رب. آمين. آمين. أنا فقط بالنسبة دائما يعني نتصل بكم بالنسبة للعنوان وما نحكمكمش بالنسبة للعنوان الصلح خير. نعم. يعني نسأل الأستاذ الكريم، لماذا أجاز الله سبحانه وتعالى الكذب في الإصطاح ذات البين؟ طيب جيد. يعني هذا هو سؤالي واستفساري، دائما نحب نتصل بكم وما نحكم. لماذا أجاز الله سبحانه وتعالى الكذب في الإصطاح لنصلح بين اثنين؟ شكرا سعاد. وسؤالي ثاني، يعني عندما تخرج المرأة من بيتها. نعم. خروج المرأة من بيتها يعني والزوج غايب وهي تريد الطلاق، فهل يكون حق لها أو عليها؟ نعم. هذا هو استفساري. ونقول بارك الله فيكم مرة ثانية. تحياتي لكم ولجميع ما قناة القرآن الكريم. شكرا. القناة المحبوبة لدي. نعم. من أصغر عامل إلى مديرها. ليلتكم سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أيضا. مشكورة. نحن في الخدمة سعاد وفي خدمة المجتمع من خلال هذه الحصة. قبل العودة دكتور سعيد إلى رشيد من تيزوزو وسعاد، نعود إلى الروبورتاج بالنسبة للخبرة العقارية. لاحظنا من خلال الروبورتاج عند إنجازي لهذا الروبورتاج أنه دكتور كلما تعمقنا في خبرة في مجال كلما كان التدقيق في العديد من المسائل. دكتور سعيد لماذا؟ لماذا التدقيق؟ وكان يدقق الأستاذ بلقيد في العديد من المسائل تتعلق بذلك الملف الذي وصل إلى المكتب. تفضل دكتور. لك الفضل نجات، بارك الله فيك. صحيح، يعني وصلا بما ذكرناه في مقدمة هذا اللقاء. نعم. فإن الخبير هو مساعد للقضاء. نعم. هو الذي يوضح المسألة، هو الذي يبين ما كان مخبأ في القضية المعروضة على القضاء. نعم. لذلك فالخبرة إذا كان خالقنا جل جلاله هو الذي يرشدنا إلى الاستعانة بالخبراء، وقد ذكرنا الآيات فاسأل به خبيرة. لذلك لاحظنا من خلال هذا البيتير مع الأستاذ الخبير العقاري الأستاذ أحمد بلقايد أنه كان يدقق. فمثلا بدأ بالملف. نعم. فسأل عن الوثائق اللازمة التي يجب أن تتوفر في الملف، منها موضوع الفريضة مثلا، لأن هناك علاقة وطيدة بين يعني مساعدي القضاء. نعم. النوتير الموثق يحرر وثيقة يحرر فريضة. نعم. ولكن الخبير الذي يعينه القاضي طبقا للقانون 08-09 ذكرنا قبل حين المادة 126، ونذكر الآن المادة 128. نعم. المادة 128 من قانون 08-09 يحدد يعني القاضي أولا يقدم مبررات تعيين الخبير، ويعين الخبير باسمه ولقبه وعنوانه، ويحدد له المهمة بالدقة. إذن القاضي هو الذي في قرار التعيين خبير يطلب منه خبرة فنية في مسألة دقيقة. لذلك الخبير لا يجوز له أن يبتعد عن مضمون المهمة. نعم. يعني الموكلة له. نعم. القاضي يقول له مثلا يقول له تروح تقسم الأرض الفلانية على الأقل الفلاني. طيب. وإذا كان فيه شركاء بين شركاء أو بين ورثة أو بين مهما يكون،
ولازم مثلا تحدد يعني القيمه تقويم نعم. قيمه العقار وانواع العقار. كاين اراضي زراعيه صالحه للزراعه، كاين اراضي صالحه للسكنه للسكن، كاين اراضي صالحه للتجاره الى غير ذلك. مشاريع سكن نعم. فوق اراضي نعم. ثم دقق يعني قال هل هناك مثلا كهرباء الى اخره. ثم تحدث ايضا عن حقوق الارتفاق، وهذه مساله مهمه نعم، وسنشير اليها ان شاء الله في اللقاءات القادمه ان شاء الله تعالى، لان الغفله عن بعض المسائل قد يكون ذلك سببا اما في وقوع نزاع جديد نعم، او في تعقيد نزاع قائم وفي اطاله عمر النزاع. لذلك هذه مسألة مهمة، فكان الخبير يدقق. ثم تحدث عن المسح كي قال بالكاداستر إلى آخره نعم. كان يسأل هل هذه الأراضي يعني خاضعة للمسح أم لا، هل هي خاضعة للمسح أم لا، هل هذه الأراضي عندها عقود ملكية ولا ما عندهاش عقود ملكية، هل هي راهي على الشيوع يعني في الانديفيزيون ولا لا؟ نعم. يعني أسئلة دقيقة يطرحها الخبير من أجل ضبط العمل. لذلك أمرنا بالإتقان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نعم. وبالقبالية نقول واحد المثل حلو يقول لك يير الشغل يتقال ذي فافيس، معنى واحد كي يخدم خدمة مش متقنة سيعيدها مرة أخرى. نعم. إذن الأفضل له أن يؤديها وأن يحققها بشكل متقن من البداية. طيب سيد أحمد فيها اتصال، من فضلكم شوية هدوء، ربما فيها حديث. نعم نعم نعم. مداخلة طيب. شوية صغيرة مع عبد الحق سعيد بوجدري. طيب مرحبا السلامة سعيدة من لم سمعتكش منيح. سعيدة من تيزي وزو، السلام عليكم. أين من بجاية؟ القضية نتاعنا تعرفها؟ إيه قضية حق الارتفاع. ما الجديد؟ ما الجديد؟ هل هناك مداخلة على المباشر في قضيتنا؟ ما الجديد بالنسبة للقضية؟ نعم. عمي الحاج حبيت مداخلة شوية صغيرة. تفضلي. في قريتنا لجنة القرية دوركم منعدمة تماما. نعم. بكري كانت المسائل اغلب المسائل تحل نعم. مع لجنة القرية. لجنة القرية نعم. اما الان في قريتنا منعدمة تماما. طيب. سنعلق على هذه المسألة. لو كان تعاونوني من الجهة القانونية ما هو حقي؟ هل لدي حق في قضيتي يا عمي الحاج؟ ان شاء الله ربي يقدر خاصك تسمعين الجواب. شكرا شكرا. تعبت انا ورجلي سمحوا لي. القضيه درك دخلت في 7 سنوات، حبيت لو كانت فرا بالخير ان شاء الله. هي مبادره من طرف واحد ما شفتش. ان شاء الله ان شاء الله حبيتوا الخير ان شاء الله تلقاو الخير ان شاء الله. سعيد يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرساله وصلت الاخت سعيده، بارك الله فيك. اسمح لي اذا طولت عن الحج. اسمح اسمح ربي يعاونكم ان شاء الله. مبارك ان شاء الله ان شاء الله لهذه الحصه وجميع الحصص ان شاء الله اللي تديرها يا عمي الحج. ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون الحل. ربي يطول في عمرك. شكرا. شغل انقاذ انقاذ لامثالنا والمجتمع ككل. ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون مسلم ان شاء الله يكون 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 الحل ويكون الصلح بالنسبه لكل المسائل التي تعرض الى برنامج والصلح خير. معذره سيده سعيده لانني لم ما سمعتكش مليح في الاول، ولكن ناخذ سامحيني سعيده ناخذ اتصال من سوقهراس. عمار من سوقهراس يعود الينا. عمار من سوقهراس كما قال سعيد قبل قليل. السلام عليكم عمار. السلام عليكم اشرف اختي. الحمد لله سيد عمار وانتم بخير. الحمد لله
الحمد لله نسلم عليكم ونسلم على جميع موظفي قناه القران الكريم وخاصه الدكتور فضيل سعيد بوزري. الله يسلمك بارك الله فيك، مرحبا بك. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. وقد عدتم وتكلمنا معكم والحمد لله. ان شاء الله، مرحبا مرحبا. والله انا حبيت اطرح سؤال بعجاله. الذي هو نعم. على نعم. والله يا فضيله الدكتور انا حصرت في ثلاث خبرات، واحد صديقي تاع زميل عنده سكن. نعم. جاء الخبير الاول. اعطاه الخبره 100% اللي هو. من بعد الطرف الثاني طلب خبره ثانيه. نعم. جاء الخبير الثاني اعطاها لسارح الشخص الاخر 100%. جاء الخبير الثالث زاد عاود خلطها، هز شويه من الخبره الاولى والخبره من الثانيه ودخل الخبره، تنجم تقول هز من الخبره هذه والخبره هذه واعطى الخلاصه للعداله. طيب. ويعني هنايا هل قلت خبرة بعض المحافظين العقاريين مع احترامي لهم، نعم، ما يقري الخبير الأول من 74 وهو يمارس في مهنة خبير عقاري. طيب. هل هنا قلت الخبرة ويعني أمور غامضة والله أعلم. ونطلب من السعيد فضيلة الدكتور بويزري تفضل الدعاء للجزائر بالامن والامان والشعب الجزائري. وبارك الله فيكم. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك سيد عمار. ربما يريد ان يتحدث عن الطعن في الخبره ايضا الاولى او الثانيه. دكتور نعود بالنسبه للروبورتاج في بعض التفاصيل التي توقفنا عندها باخذ يعني اتصال سيده سعيده من تيزي وزو. كنا قد قلنا بان الخبير العقاري يتمعن ويدقق في العديد من المسائل، وهذا الروبورتاج كان ليفهم المواطن او الخصوم ما معنى طبيعه القضيه العقاريه عندما تعرض عند الخبير العقاري. تفضل دكتور. لكن في الحقيقه يعني اذا تحدثنا عن اهميه الخبره العقاريه وكيف أن الخبراء هم مساعدون وهم أعوان القضاء، ولكن كذلك الناس جميعا المواطنون جميعا لابد أن يعلموا ما هي مهمة الخبير. نحتاج إلى هذه الثقافة. نعم. دكتور. ثقافة. ثقافة التعاون مع الخبراء. أشار أستاذ أحمد إلى أنه لازم يكونوا حاضرون الجيران إلى آخره. لماذا؟ والمعنيون يعلمون قبل ذلك من أجل ضمان حضورهم مع جميعا. الجيران لكي لا يثار إشكال آخر في المستقبل في الحدود. يعني لأنه الخبير لازم يضبط الحدود ولازم يثبتها، البورناج، لازم كل هذه المسائل الفنية لازم يضبطها. وكل ما يخدم خدمة متقنة وكل ما يكون أحسن. أحيانا والخطأ بشري، ممكن كي يشوفوا مثلا يكون مثلا تراب كاداستري مثلا خضع للمسح، المسح الأراضي من قبل المديرية المتخصصة في الموضوع، ممكن يقارن يشوف باللي هناك فرق. فإذا كان الفرق صغيرا نعم لا توليرونس هنا تقبلها، يعني يقبل الخلاف اليسير. الخلاف اليسير أكيد. وهذا بالمناسبة بنيت عليه أحكام فقهية كثيرة. أما إذا كان الاختلاف كبيرا لابد من التصحيح. لازم التصحيح. لذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة سنعود إلى هذه المواضيع والمواضيع التي تخدم هذا الموضوع الأساس. نعم. هذا الموضوع الأساس. نعم. من أجل نشر ثقافة التعاون يعني التعاون بيننا وبين الخبراء مهما كانت مهامهم. نعم. فالخبراء كثير كما قلنا، لابد أن نتعاون معهم ولا يمكن أن نتعاون إلا إذا فهمنا مهمتهم ودورهم. نعم. طيب دكتور، قبل أن رجوع إلى محور من محاور هذا اللقاء الذي يتعلق بالخبرة العقارية، دعنا نرى في مداخلة سيد رشيد من تيزي وزو يقول رجوع إلى أهل الخير والحكمة بالنسبة لبرنامج والصلح خير والاستعانة بأهل الاختصاص وتحدث عن تجمع، ثم قال المجتمع الجزائري في القضية الثانية يحب الصلح إن شاء الله عودة ميمونة. دكتور تفضل. لك الفضل نجاة. نعم فضيلة الشيخ رشيد جزاه الله خير على تدخله الهادف، لأنه فعلا كيف نقيس المجتمعات؟ فإذا كان المجتمع يقبل مثل هذه المسائل
مبدأ الشورى والتعاون والنزول عند رأي الخبراء. فنقول هناك مكالمة. مرحبا. نعم مرحبا. ربما اتصال الخبراء اليوم في برنامج والصلح خير. قلت سعيد رابح من تيزي وزو ثم جيجيجا من تيزي وزو. رابح من تيزي وزو، السلام عليكم سيد رابح. السلام عليكم سيد رابح، ممكن تنقص التلفزيون باش ما نسمعوش الصدى ونسمعوك فقط من التليفون. سيد رابح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ربي يعاونكم إن شاء الله. آمين آمين آمين. مرحبا، رانا نسمعوا فيك، تفضل. عندي واحد السؤال دكتور سعيد بويزري. نعم مرحبا. الله يسلمك دكتور. جدي خلى تراب ما إذا درس قبيلي أهضرس قبيلي أهضرس قبيلي ما ليش جدي جد أشال أشال دونك عمومي وفضينارا لنت عمومي عمومي لنت عمومتي دونك عمومي شين عمومتي ثلاثة ناي بارك أيوة وفضينارا سورة عمومتي كي ننتنا بكون كوا جديكي يسرسلنا يوم بمكان أفيس منا ومن بعد منو حال لي زارشيف يوديون الكاغل أني كان كسر جديكي الراويس دي ثلاثة الفرق انت مورت في قراركي تينا دي حويجن كان أتوي تنو دي حويجة أدا تتج تنو دي حويجة دي حويجة راه استدير تن سان كخامي ستوسا وستوي راه يخدمت دي الحبوس والسنوزو وصراحة دونك الراو باراو نسن تورا الشيخ الشيخ اسكو استدير كيني فغير كيني ذميش ذميش نميش جدي شنميش كيني بغير نعم جديك من مين يموت؟ يموت تصويك 84 بالك 84 صح. بابا من مين يموت؟ بابا يموت بابا ما زيد الحي خلاص خاطر 30 سنين لعمومي ومعناتها إلا باباك ما إلا بابا صافي صافي صح صافي جديك ساعة ثلاثة بوراش أكل ثلاثة قشيشين يعني ذي عموم بثيك هكا واضح طيب واضح واضحة المسألة دكتور واضحة يوكي الويض سي رابح أكي اللي يكو خدمة الحبوس نغ ذي كان بخير يون مرسو بخير يكو لا إلي يسكو خدمة دي الحبوس طيب 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 إلا يسكو خدمة دي الحبوس تورا دكتور دونك الناس اللي يكون هو التاكيد انه هو ياك ثلاثه قرار الفرق انت مرتكي في قرار تيني نحوجنا دفاتك اسكو تقدر كازاكي اسكو نجمر نكوني باغ اكزومبل فوالا انا نمود في قراركي اسكو نجمر انت نمود يمكن نسقسر النوتير انه كان بوسيبل نجمر دارا كي يبغى هذاك تاع المشكله كيف جدي يسال الاخ رابح الى غادي تجد تليفوني كي واث مثلنا نعم اخاك كي يكون نزاع يعني يحتاج الى متابعه ومرافقه هذه طريقه العمل وبعدين نشرح لكم نجات يعني سيرتي الافاضل سيرتي طيب. الفاضلات نتواصل معكم خارج البرنامج من اجل الاطلاع على الوثائق الى غير ذلك جد تليفوني كي مثلنا رابح من بعد نسيو الفراي ذويلت طيب الله يسلمك طيب ممكن انك تخلي رقم تليفونك سيد رابح لنعود الى تتصل جيجيجا من تيزي وزو يقول سعيد السلام عليكم جيجيجا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الاستاذ بوزري مرحبا بك السلام عليكم مرحبا بك جيجيجا انت محاميه انا محاميه من تيزي وزو يقول هكذا سعيد محاميه من تيزي وزو السلام عليكم جيجيجا تفضلي عندك قضيه او استفسار سلام احمد نقول لكم انايا واش عندي في القضيه في الحصه نعم الحصه هذه سي تري امبورطون ليكسيكا سي تري امبورطون نعم
باغ اكزومبل اللي تشتغل القاضي يكون يشوف النظر القضيه لا تيوري جوست لي بابي مي ليكسبير فوا لي شوز سور لو تيران سي ديفيرون سور لو تيران و في لا تيوري هذه الحاجه الاولانيه ولكن المشكل وين نلقاوه نلقاوه مع الخصوم الخصوم كيفاه يلقاو كي يخرج ليكسبير Il favorise une personne, oui. Il façon سيكون ذلك جيجيكا سيكون ذلك جيجيكا واضح واضح شكرا الأدلة هي التي تثبت الحقيقة الواقع شكرا لكم بارك الله فيك إن شاء الله شكرا كيف لا وأهل الاختصاص يتدخلون اليوم في برنامج الصلح خير شكرا لك جيجيكا كل ما تفضلت به هو مهم جدا بالنسبة للخبرة العقارية الوقت دكتور نبدأ قضية بقضية توقفنا عند الشيخ رشيد نكمل ونعود إلى سعاد نعم دكتور الشيخ رشيد أيضا أشار إلى هي التجمع لنعود إن شاء الله إلى هذه الهيئة نعم. العرفية نعم. التي نرجو أن تفعل على المستوى الوطني لها دور كبير جدا لها دور تاريخي نعم. معتبر ولا يمكن الاستغناء عن هذه الهيئات التي تتشكل من الحكماء الآن حتى من الخبراء نعم. لأنه كان في قرية معينة مثلا أو مدينة معينة كاين خبراء يلتحقون بمثل هذه الهيئات لذلك نعم. لنا عودة شكرا الشيخ رشيد لأنك أثرت هذه المسألة وهي مهمة جدا نعم. الآن متجدرة في المجتمع سعاد. الجزائري سعاد من العاصمة وإن كان سؤالها يتعلق بمسائل أخرى ولكن نعم. تقول هذا العنوان والصلح خير لماذا أجاز الله الكذب عندما يتعلق الأمر بالصلح ربما تشير إلى الكذب بين الخصوم باش يعاود نعم. يقولوا لبعضهم إبرازا لقيمة الصلح نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس نعم. الكذب حرام حرام لا يجوز نعم. ولكن إذا كان الإنسان يستخدم نوع من التورية نوع من الكناية نوع من يعني يلطف الأجواء
فقط باش يغسل القلوب، باش يقرب بين الخصوم، باش يقرب بيناتهم، يقرب وجهات النظر، فذلك مشروع وليس في حرج لتحقيق هدفين. الهدف الأول لتجذير قيمة الصلح في المجتمع، الهدف الثاني لإنهاء النزاع. حنا نقولوا هذا رحمة ربي ثيم زورة يسعد ثيم قورة، ربي سبحانه قال في القرآن عفى الله عما سلف. ولكن ذكر تحسيفين وهذه المشاكل القديمة هذه اللي تخلي الشقة بين الخصوم تزداد والنزاع يتعقد. هذا باختصار لابد أن نستثمر الوقت بشكل ذكي باش نجابوا على الجميع. فيما يتعلق خروج المرأة من بيتها، والله يا أختي سعاد أخامسة قروا ربي قال الرجال قوامون على النساء، كما كل مؤسسات الدنيا الشركة عندها مدير عندها مسؤول، يعني من أجل ضمان الاستقرار والسير الحسن لهذه المؤسسات لابد. لذلك هذه المؤسسة التي هي الأسرة وهي أساس المجتمع يحتاج إلى هذا المسؤول، والقوامة مسؤولية ليست استبدادية ولكن شورية تعاونية، وفي نفس الوقت هي تكليف وليست تشريفا. إذن هذه المرأة تخرج بغير إذن فلا يليق. أما إذا كان ربما كان نزاع بينهما ولكن طريقة التعامل مع النزاع أنها تخرج وتغادر، لا نواجه المشكلة بمشكلة أكبر. وقالت إذا كان هي تريد الطلاق، يعني إحنا الطلاق هو أبغض الحلال عند الله عز وجل، ولكن هذا الطلاق مثل المقص في يد الطبيب، المفروض لا يستخدم إلا كآخر حل. وللحديث بقية في فرص أخرى إن شاء الله في هذا الموضوع. إن شاء الله. دكتور، بالنسبة لي سعيدة من بجاية اللي قالت ما الجديد بالنسبة للقضية، وتحدثت عن لجنة القرية. دكتور سعيد نعم. تفضل. أولا أنا أشهد لأنه الأخت سعيدة فعلا عندهم مشكلة عقارية مع جار، بالمناسبة نتوجه إليهم. بالنسبة إليها هي راضية بالصلح وراضية بالحل الودي للقضية. نعم. ذكرنا هذا مرارا ونؤكد أن النزاع إذا وقع نرجو أن يحل بطريقة ودية. أنا ميابل استيزط أكني خير أذي كفوغ فل أذي فرن ثلوفة ولاش وقور نسعي في فراث، ما كانش مشكلة ما عندهاش حل. المهم تكون النية، يكون تعاون الأطراف فيما بينهم. يعني ذكرنا قبل حين نزول عند رأي الخبراء، يلا اختلفوا كما الأخت سعيدة مع الخصم نتاعهم يعني جارهم، حنا ندعوهم باش يجلسوا هما أيضا يعبر هذا الخصم عن نيته في الجلوس إلى طاولة واحدة لإيجاد الحل الشرعي القانوني المناسب عاجلا لا آجلا. هذا نداؤنا يا الأخت سعيدة. ما بالنسبة للقرية، الحقيقة هناك بعض القرى وبعض المدن التي تخلت عن هذه اللجان بدعوى أننا لسنا في حاجة إلى لجان. لماذا؟ عندنا قضاء، عندنا محاكم. ولكن في كل مرة نقول هذه اللجان ضرورية جدا، وهي ليست بديلا عن القضاء. الهيئات العرفية ليست بديلا عن القضاء ولكن تتعاون مع القضاء، والكثير من القضايا يحل على مستوى العقال الحكماء ثجمعث، وثجمعث هذه أيضا تستعين بالخبراء. وسيأتي البيان في وقت لاحق إن شاء الله كيف نفعل هذه ثجمعث وكيف نحينها لميزاجور، يعني باش تكون هي أيضا تستعين بالخبراء لإيجاد الحلول المناسبة إن شاء الله. مازال الخير يا الأخت سعيدة. طيب دكتور، قبل أن نعود إلى ربح من تيزي وزو، وأنت تتحدث على ضرورة الخبرة في العديد من المجالات لفك النزاعات، قلنا قبل قليل دور الخبرة في مجال الصلح، فإلى أي مدى تسهم الخبرة العقارية في حل النزاع العقاري دكتور سعيد؟ صحيح، سؤال مهم يا نجات. تسهم الخبرة العقارية أولا في التعجيل بالحل. نعم، في التعجيل بالحل. نعطيه مثال سريع. لو كان نقول مثلا إنسان ما هوش خبير
طيب. نقول له روح كيلنا مثلا 20 هكتار نتاع الارض وفيها اراضي زراعيه، اراضي صالحه للسكن، اراضي صالحه للتجاره. شحال باش يجيب الخبر؟ يعني ممكن يبقى شهور وشهور يطول، لأنه ليس خبيرا، ليس مختصا، ليس مختصا. نعم. أما الخبير لا يعجل لفكاسيتي الفاعلية. نعم. معناها هذه مهمة جدا. رقم اثنين وهي مسألة مهمة أيضا، هدف ثاني، أن الخبير هو طرف محايد. محايد طيب، يعني إذا كان خصوصا ماشي هما اللي لا، كل واحد أكيد يبحث على حقه ولا مصلحته، ولكن يأتي طرف ثالث محايد. هذه ثمرة من ثمرات. الثمرة الثالثة أن الخبراء كما قلنا يساعدوا القضاء، لأن القاضي كما قالت الأستاذة المحامية جيجية ينقص عليهم هذه القضايا. طبعا القاضي هو ليس مختصا في المجال، هو مختص في القانون، هو رجل قانون، عنده أدوات، عنده قواعد قانونية تضبط عمله، وهي التي توجهه إلى الاستعانة بالخبراء إذا كان الأمر يستوجب ذلك. كاين قضايا القاضي هو اللي يحكم، عنده أدلة، عنده وثائق ثبوتية، عنده شهود، عنده إلى غير ذلك، ولكن في مسائل فنية والتقنية لا يعرفها استيضاح لا يعرفها. نعم. والحمد لله، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تعاونوا كامل. المهم ننصف الناس، المهم نحق الحق ونبطل الباطل. مسألة مهمة جدا، هذه يعني أهم. لذلك القانون أعود إليه، قانون 0809 في المادة 125 126 128 وقد ذكرنا، والمادة حتى 133 هذه المادة تنص على رد الخبراء. نعم تردهم. نعم بمعنى ممكن خصم الخصوم يقول أنا هذا الخبير ما نقبلوش، عينته المحكمة، والمحكمة لا تعرف كل الناس، عنده أدلة. لا يعني إذا كان خصماني، نعم، واحد منهم عنده علاقة قرابة مع الخبير المعين، طيب مفهوم، يأتي الخصم الثاني يقول للقاضي، شوف حتى القانون حدد في غضون 8 أيام، في حدود 8 أيام، نعم، لازم يبلغ، يقدم عريضة إلى القاضي الآمر بالتعيين، يقول يا سيد القاضي هذا الخبير ما نقبلوش. علاش ما نقبلوش؟ لازم يبرر، يقول هناك علاقة قرابة بينه وبين خصمي. طيب ربما ينحاز إلى معنى حتى ولو كان عادل 100%، والعدل المطلق ما لا يمكن يحققه بشر. نعم. ولكن عنده حق، هي شبهة ليس كذلك؟ طيب كتكون قرابة مباشرة أو تكون قرابة غير مباشرة إلى الدرجة، إلى غاية الدرجة الرابعة، أو تكون هناك مصلحة شخصية بينهما، بلك هذاك الخبير عنده مصلحة شخصية مع ذاك الإنسان. طيب. ما هوش قريبة. طيب. بلك عنده نية باش هو يشتري قطعة أرض من هذاك الإنسان، والخصم كي يسمع بهذا الخبر يقول له أنا أرفض هذا الخبير. طيب. باش تكون شفافية. مع هذه المسائل سادتي الأفاضل مازال يجيكم بيان إن شاء الله تعالى، نوضحوها بما لا يدع مجالا للشك، ومن أجل تجذير ثقافة الخبرة في حياتنا. طيب. إنه كاين الناس كما سنعلق بعد حين، هل الخبير يقول لك لا هو الخبير يخدم خدمته، يقول نعم. لا له إنه منحاز. هذا حكم جائر سنذكره بعد حين. نعم. طيب دكتور عمر من سوق هراس، الخبرة الأولى والثانية والثالثة، دكتور هل يمكن طعن في هذه الخبرة يعني؟ نعم. طيب. نعم. تفضل. نعم. القانون جميل في هذه الأمور، جميل سبحان الله. يعني بالنسبة لهذه الأمور يعني عمر من سوق هراس ما قش طعن، أنا التي أقول هل يمكن الطعن؟ تفضل دكتور. سي عمر بارك الله فيك. تفضل. لا بارك الله فيك نجاة، يعني جلسة حوارية نتعاون عليها جميعا، ونشكرهم يعني السادة والسيدات اللي تواصلوا مع البرنامج، نخلق جو عائلي أخوي، نعالج، نتعاون، ربي قال تعاونوا ونتعاونوا والسلام. ونتعلم من دكتور سعيد بوزي لأنه مختص في القانون، دقق يا دكتور نتعلم معك. ندقق. طيب سيدي، الخبرة الأولى يا سي عمار، أولا الخبير يعمل بعلمه وبقناعته وبالأدلة التي بين يديه، هذا هو المطلوب. نعم. بينه وبين ربي وبينه وبين ضميره أنجز خبرة
يقدمها الى القضاء. هناك مكالمه. لا دكتور تفضل. شحال بقى الوقت باش نعرف؟ ربما 4 دقائق أو 3 دقائق إن شاء الله. لان جيجيكا وضحت امور عديده ان شاء الله نمسوها كامل ان شاء الله، نمسو كل هذه النقاط ان شاء الله. نعم تفضل باذن الله. نعم. وطبعا النقاط اللي شفنا ما عطيناهاش حقها سنعود اليها في فرصه اخرى ان شاء الله. طيب يا سي عمار اخويا درك اذا كان الخبره الاولى دقيقه دكتور الخبره الاولى انجزها، ياتي الخبير الثاني ممكن يكون مضاد الخبر الاول. طيب. عادي ما في اشكال. لذلك نحتاج الى الخبره الثالثه. الخبره الثالثه سياتي البيان في وقت لاحق. الاخ رابح، الاخ رابح مادام هذا قضيه حبوس، احنا عندنا قضايا نتاع الحبوس سنطرحها ان شاء الله. خليت رقم الهاتف نتاعك نتواصل معك خارج البرنامج. بالنسبه للاخت الجيه الاستاذه اؤكد على كل ما قالته. لماذا؟ لانه الخصوم ما عندهمش الحق مباشره يقول ان القاضي منحاز والخبير منحاز. لا الفافوريز الخبير عمل بلادي احد الخصوم لاصدار الاحكام ماهوش مليح. لي جوجمون كيما ما ينفعوش. انما الخبير خدم بالعلم نتاعو بالدرايه نتاعو بالادله بين يديه، ثم اللي ما عجبوش عنده حق باش يطلب الخبره المضاده. للحديث بقية في فرص أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور سعيد، شكرا على هذه الحلقة. سنعود للتمعن في قضية الخبرة العقارية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. نلتقي بكم يوم الثلاثاء بحول الله تعالى مع قضايا أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البين إصلاحا يشيك كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات.